السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم غنوريكم كيفية صنع وردة في الكروشي، سهلة جدا، ما نحتاجو لا أدوات صعيبة لا والو. نحتاجو خيط تاع الصوف، كنحتاجو شوكة أو فورشيت. بطريقه كنصاوب هاد الورده بطريقه سهله كما كتشوفوا، كنشد الخيط ندوزو من كيفما موضح في الفيديو. غادي تشوفوا كندوزو مره من الفوق مره من الاسفل، كنبقاو مستمرين بحال هكا. كنحسبو شي 20 تقريبا، كتب لينا الشوك قربت تحنا. كما كتشوف كندوزو مره من الفوق مره من تحت، انا سرعت الفيديو باش ما نطولش بزاف. نستمر بحال هكا، كنوصلو شي 20 خيط تقريبا، على حسب الوردة كتقدش بينا واش كبيرة ولا صغيرة. نخلو واحد المسافة تاع الخيط، كنقطعه، كندير الرأس ديالي في الإبرة، كندخلو من هاد الجهة كما نوضح في الفيديو. كنمشيو مع الإبرة فوقا، كندخل الإبرة ما بين الخيط و الشوكة، نبقاو مستمرين في الآخر الخيط كما نوضح. نحاول نشوف نزيدو شوية، نقلبو الفرشاة للجهة الأخرى، ندير نفس العملية، نستمرو نفس الطريقة، كندوزو الإبرة بين الخيط والشوكة، نزيرو، كنديرو هاد العملية 4 مرات. في المرة الثالثة كنعقد الخيط مع أسفل الخيط الأول اللي خدمنا به، كان واحد الطرف كان شايط لنا تل، كنعقدو، نديرو المرة الرابعة ما بين الخيط والشوكة. صافي، هادي آخر ما آخر مرحلة. كنخرجو الخيط من الشوكة، كندخلو الخيط من هنا كما نوضح، كنعاودو ندخلو من الطرف الآخر، كنزيرو باش يولي عندنا الفوق.
كبير والأسفل صغير على شكل ورقة. نعقد الخيط من الأسفل، نقطعه بالمقص. هاي عندنا الورقة الأولى، نستمر هكا تديرو 8 ورقات، كنجمعهم بهذه الطريقة. الورقة الأولى كنطويوها هكا، ندخلو الخيط ندور الثانية على شكل وردة، ندير وحدة فوق وحدة من الجانب. ندير الثالثة وكنستمر بحال هكا إلى آخر ورقة. كنخالف الورقة مع اللي قبل منها باش يجي على شكل وردة. نضربو بالخيط والإبرة من الأسفل باش يتشدو مع بعضياتهم. كما نوضح في الفيديو، تمام. بالنسبة لنا ورقات كاملين، كنصور صوبوا شوية بالإسفل ديالنا، كنعقدوا الخيط من الأسفل، نقطعو بالمقص، كنصوبوا الورقات بالإسفل الأصبع ديالنا، كما كتشوفو كتولي على شكل وردة، كنزينو بيها أي حاجة بغينا. ودابا وصلنا لنهاية الفيديو. إلى عجبكم الفيديو وصلوا لأكبر عدد من اللايكات، بارتاجيوه مع الأحباب والأصدقاء.